السلام عليكم أعزائي الكرام، مرحبا بكم في قناتكم أم لا في المهجر. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير يا رب العالمين. وصفة اليوم هي طبق العدس. نتمنى الطبق اليوم راح ينال إعجابكم، وإذا أعجبتكم طريقتي تنسوا ديروا جيم والاشتراك في القناة. ممكن عندكم تعليقات فضلوا بها في الصندوق يعني التعليقات. نبدأ على بركة الله. عندي هنايا المقادير، العدس اللي بعد ما نقيته غسلته وصفيته. عندي هنايا البصل مقطع عشوائيا، عندي 3 فصوص تاع الثوم كبار. عندي هنايا العيدان تاع الكرافس مقطعين، عندي هنا اوراق تاع الكرافس. عندي كذلك الطماطم مقطعة عشوائيا، انا حنستعمل فيه حبة تاع بطاطا، وتقدري تستغني عليها لما تحبيش البطاطا في العدس. انا نحب ندير الخضر هادو على الاطفال. جزر، عندي هنايا طومات كونسونتخي، عندي 2 وريقات تاع الرند وليزيبيس، عندي هنايا العكري، الملح، عندي الكمون، وعندي شوية خرقوم. تقدري تستغني على الخرقوم، انا نحب ندير الخرقوم في الشربات. هنايا هذا الطاس اللي راكي تشوفي فيه ريحان، ميكسي فيه الطماطم مع البصل والثوم. دونك انا نفرغ البصل والثوم، نزيد عليهم الطماطم، ونزيد عليهم حوالي ريتلا حتى ريتلا ونص تاع الماء. نطحنهم كامل مع بعض. بعد ما نطحنهم نجيب لا كوكوت مينوت، وهنايا نضع كل العناصر مع بعض. يعني كيما نقولوا حنا بارد في بارد، مش حنقلي ما ندتش فيه يعني الحمولة. دونك انا في القدر حندير العدس ونزيد عليه طماطم والبصل والثوم اللي كنت طحنتهم مع بعض، ونضيف عليه ريتلا ونص ماء واحدة اخرى، والكمية تاع الزيت يعني حوالي 3 ملاعق تاع الزيت. وزرودية تاعي اللي قطعتها على هذا الشكل، تحب تقطعها دوائر عادي واحد يقطع كما يحب. وهنا بطاطا، وزيد كامل العناصر، يعني هنايا العود تاع عفوا الكرافس، الاوراق والغصن هذاك اللي كنت قطعته، نزيد عليه كذلك الرند وليزيبيس. نضيف عليه طماطم المصبرة، نخلطهم مع بعض ونضعهم على النار. انا هنايا ما نغلقش لا كوكوت مينوت، كما نعرفوا العدس ما نغلقوش عليه لا كوكوت مينوت في الاول، نخليه حتى كي يعني يبدا يغلي. الوقت اللي يبدا يغلي انا هنا باش نغلق لا كوكوت مينوت، يعني مدة تاع الطهي تاعو حوالي يعني ما نخليش ما بربع ساعة، يعني نخليها ابخي واحد 12 دقيقة. عندي هنا العدس طياب، مش راح يشد لي كامل الوقت في الطياب مع لا كوكوت مينوت هذيك هي، والنار راهي متوسطة يعني ماشي مجهدة. هنا بعد 12 حتى 13 دقيقة يعني فتحت لا كوكوت مينوت، راح نشوفوها في صحن التقديم ان شاء الله. نتمنى طريقتي في تحضير العدس تكون عجبتكم، صراحة يجي خاطر يجي يعني رائع. أبقى لي غير نقول لكم شاهدكم في الجنة إن شاء الله، ونتلاقاو في وصفة أخرى إن شاء الله. سلام.